هل رغبت يوما في قيادة سيارة سباق؟ أو تخيلتم أنفسكم وراء مقود سيارة فورمولا؟ فعشاق السيارات والسرعة لطالما أرادوا اختبار هذا الشعور، وشركات السيارات لم تخيب ظنهم، فأنتجت موديلات حصرية للغاية مصممة على معايير سيارات السباق. قبل أن ندخل في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في قناة سترايف وأن تفعلوا الجرس. إليكم 9 سيارات مخصصة للحلبات فقط. 9. فيراري 599XX إيفولوتسيون. إنها النسخة الأكثر تطرفاً من الـ 599 المخصصة للحلبات فقط، وقد استخدمت فيها أحدث تقنيات الأيروداينامكس كالجناح الخلفي المتحرك، وزادت فيراري من قدرة المحرك لتصل إلى 750 حصان، ما مكنها من تسجيل وقت قياسي جديد على حلبة نوربرغرينغ. لكن هذه الـ 599 ليست متاحة للجميع، فعدا عن سعرها البالغ 1.8 مليون دولار، إن لم تكن من نخبة زبائن فيراري لن تستطيع شرائها. 8. لوتس 311. أسرع سيارة من إنتاج لوتس، فإن وزنها لا يتعدى 919 كيلوغرام، مصممة من أجل الحلبات والسرعة والتحكم، من دون أبواب، من دون زجاج أمامي، من دون سقف، دون أي زوائد، ومزودة بمحرك تويوتا من 6 أسطوانات بقدرة 430 حصان، ويدفع بها حتى سرعة 290 كيلومتر بالساعة. 7. لامبورغيني سيستو إليمنتو. وسيستو إليمنتو تعني العنصر السادس نسبة إلى الكربون، وهي المادة التي صنعت منها هذه اللامبو. أطلقتها لامبورغيني عام 2010 في معرض باريس الدولي، وبيعت بشكل حصري للغاية لـ20 زبوناً فقط بسعر بلغ 2.2 مليون دولار. لكن سبب انضمامها لهذه اللائحة ليس سعرها، بل كونها أسرع من أن تكون سيارة طرقات، بمحرك بقوة 570 حصان ووزن لا يتعدى 1000 كيلوغرام، تتسارع إلى 100 بـ2.5 ثانية فقط. 6. فيراري FXX إيفولوتسيون. عند إنتاج الـ FXX كان هدف فيراري تطوير نموذج مخصص للحلبات مبني على طرازها الشهير الأنزو. أما الـ FXX إيفولوتسيون فهي النسخة الأقوى التي ساهم في تطويرها أسطورة الفورمولا مايكل شوماخر، وكانت النتيجة 850 حصان وسرعة قصوى تلامس 400 كيلومتر بالساعة، وما تزال من أسرع السيارات التي صنعتها فيراري. 5. مكلارن P1 GTR. وكأن P1 العادية لم تكن سريعة كفاية، فنسخة GTR مكلارن هي بمثابة FXX لفيراري، ما يذكرنا بمكلارن F1 GTR الأسطورية. وهكذا حال الـ P1 GTR، فالتحسينات التي أجريت لم تقف على قوة المحرك التي بلغت 986 حصان، بل طالت جميع نواحي السيارة كالجناح الخلفي الكبير وجهاز التعليق والوزن. وعند شراء واحدة منها تمنحك مكلارن امتيازات وخدمات حصرية كفرصة دخول الحلبة مع فريق اختصاصيين من مكلارن للصيانة والتدريب والمساعدة. أما بالنسبة لثمن كل ذلك فهو 2.5 مليون دولار فقط. 4. لوتس T125. إن كنت جريئاً بما فيه الكفاية وتحب اقتناء سيارة فورمولا ويمكنك الاستغناء عن أكثر من 850 ألف دولار، فلوتس قدمت لك الحل، ولكن هذه المرة مع الـ T125. إنها أقرب ما يكون لسيارة فورمولا واحد، مع محرك بقدرة 640 حصان ووزن لا يتعدى 640 كيلوغرام. يمكننا فقط أن نتخيل مستوى الأداء الذي تقدمه هذه السيارة. 3. فورد GT MK2.
كنتم على علم بمواصفات الجي تي العادية فسوف تعلمون أن النسخة المخصصة للحلبات منها سريعة للغاية. فالتراث الذي تحمله هذه السيارة عريق جداً ولم تبخل شركة فورد عليها بشيء، فتم تزويدها بكل الصفات الخاصة بسيارة سباق كالجناح الخلفي وفتحات التهوئة الكبيرة والإطارات الخاصة بالسباق من ميشلن ومقاعد السباق من سباركو، ورفعت قدرة المحرك إلى 700 حصان، كل ذلك لمنح السائق تجربة قيادة لا تنسى. اثنين، أستون مارتن فولكن. إن هذه الأستون هي من السيارات القليلة التي تم تصميمها للحلبات فقط وليست مبنية على طراز عادي للطرقات، وكل مواصفاتها دليل على ذلك. فالمحرك من 12 أسطوانة بقوة 820 حصان، الهيكل مصنوع من ألياف الكربون لتخفيف الوزن، وعلبة التروس ونظام التعليق تم تطويرها من قبل مهندسي أستون كسيارة سباق، وبسعر يبلغ 2.3 مليون دولار فأنك ستحصل أيضاً على خدمات اختصاصي أستون وسائق سباقات محترف لتدريبك. واحد، مرسيدس CLK GTR. قد تشكل هذه السيارة استثناء في هذه اللائحة لأنها صنعت من أجل سباقات الحلبات أولاً ومن ثم إلى الطرقات، ولكن لا بد من وجودها هنا. فبنظر البعض أنها من أجمل السيارات التي صنعتها مرسيدس، وما يزيدها حصرية هو عددها المحصور بخمسة وعشرين سيارة فقط، وسعرها الذي قد يصل إلى 4.5 مليون دولار في المزادات. ما هي السيارة التي تتمنى قيادتها في شوارع مدينتك؟ لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس.